أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، وانتهينا من مباحث النسخ وبلغنا مباحث الأمر في قول المؤلف رحمه الله: فصل الأمر أي تعريفه إلى آخره، في صفحة 279. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: فصل الأمر أي تعريفه، وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، هذا هو المختار عند أصحابنا. فاستدعاء إيجاد الفعل بالقول نحو أقيم الصلاة، وما قام مقامه نحو الكتابة والإشارة ونحو ذلك. وهل يشترط له العلو، وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة؟ قاله القرافي: والاستعلاء وهو طلب لا على وجه التذلل، بل بغلظة ورفع صوت. فيه خلاف، قيل لا يشترط لقول فرعون لمن دونه: فماذا تأمرون؟ وقيل يشترط لأن الأمر للامتثال مع الرضا والكره، ولا يقع ذلك في حق من هو دونه. وقيل يشترط العلو دون الاستعلاء. أحسنت. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الأمر اصطلاحا كما هي عادته في المصطلحات الأصولية، فقال: الأمر أي تعريفه هو استدعاء يعني طلب، استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه. فإذن هو طلب فعل، إما باللفظ بالصيغة كافعل مثلا، أو ما قام مقامه كما سوف يذكره، وهو الكتابة والإشارة. ثم قال: هذا هو المختار، أي في تعريف الأمر، أنه الاستدعاء بالصيغة اللفظية، استدعاء فعل بصيغة اللفظية، أو ما قام مقام الصيغة كالكتابة والإشارة كما سوف يذكر. قال: هذا هو المختار عند أصحابنا. والأكثرون، أكثر الأصوليين والله أعلم، على اختصاصه بالقول، فيجعلون الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل، أما ما قام مقامه كالإشارة والكتابة فهو أمر على سبيل المجاز، كذا قيل والله أعلم. قال: فاستدعاء إيجاد الفعل بالقول نحو وأقيم الصلاة. مثل المؤلف رحمه الله الشطر الأول من التعريف، وهو استدعاء الفعل بالقول بنحو قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. فإن أقيموا لفظ دال على طلب فعل وهو الصلاة. ثم قال: وما قام مقامه نحو الكتابة والإشارة. فكتابة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله، كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه هو في معنى الأمر، ككتابه إلى عمرو بن حزم في أنصبة الزكاة، فهو كأمره، فهو أمر. قال: والإشارة، مثل حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار إلينا أن اجلسوا فجلسنا.
فالشاهد في قوله فأشار، أشار بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم للصحابة الداخلين أن يجلسوا، فجلسوا وامتثلوا الأمر. فهنا لا يوجد قول، فهو ما تكلم في الصلاة عليه الصلاة والسلام، إنما أشار بيده أن يجلسوا. قال ونحو ذلك، ونحو ذلك أي مما يدل على الأمر كالفعل والمداومة عليه. قال وهل يشترط له العلو، هل يشترط للأمر حتى يسمى أمرا العلو؟ وفسره المؤلف رحمه الله بقوله وهو أن يكون الطالب، يعني الشخص الآمر، وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة، يعني من الشخص المأمور المطلوب منه. ثم قال قاله القرافي، قاله الضمير لا يرجع إلى الشرط، لا يعني أن قال بهذا الشرط القرافي، وإنما يقصد التفسير، تفسير العلو. يعني قال القرافي رحمه الله إن العلو هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، كالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، وكالأبي يأمر أولاده، وكالسيد يأمر غلمانه، وكالزوج يأمر زوجته، والأستاذ يأمر طلابه، وهكذا. يعني أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور. قال والاستعلاء عطف، يعني وهل يشترط الاستعلاء في الأمر حتى يسمى أمرا؟ قال وهو طلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت. هذا تفسير الاستعلاء، وبه نعرف الفرق بين العلو والاستعلاء. فإن العلو صفة في الآمر، في الشخص الآمر، والاستعلاء صفة في الأمر نفسه. وإنما قال الاستعلاء هو طلب لا على وجه التذلل، يعني حتى لا يكون التماساً أو دعاءً، فلا بد أن يظهر من الكلام ما يدل على طلب الفعل والإلزام بالامتثال، وذلك لا يكون إلا برفع صوت وغلظة وحزم ونحو ذلك. قال فيه خلاف، هذا جواب الاستفهام، هل يشترط العلو في الأمر والاستعلاء في الأمر؟ قال فيه خلاف، قيل لا يشترط، يعني لا يشترط العلو ولا الاستعلاء، هذا المقصود في المذهب الأول. قيل لا يشترط، يعني لا يشترط علو ولا استعلاء، بل الصيغة تكفي، كونه على صيغة افعل أو لتفعل ونحوهما يكفي في تسمية الأمر أمرا. وما الدليل على عدم الاشتراط؟ قال لقول فرعون لمن دونه فماذا تأمرون، مع أن الذين دونه من يعني وزرائه وجنوده لا يأمرونه، لأنه هو ملك عليهم، فهم أدنى رتبة منه من حيث السلطان، ومع ذلك سماه أمرا. وقيل يشترط أي العلو والاستعلاء معا، فالقول الثاني عكس المذهب، المذهب الثاني عكس المذهب الأول. وقيل يشترط أي العلو والاستعلاء معا، قاله بعض الشافعية وبعض المالكية. قال لأن الأمر للامتثال، شروع في الاستدلال لأصحاب المذهب الثاني الشارطين للعلو والاستعلاء في الأمر. قال لأن الأمر للامتثال مع الرضا والكره، لأن الأمر المقصود به
الغرض منه هو امتثال الفعل المأمور به من قبل المخاطب. قال: مع الرضا والكره، يعني سواء رضي المأمور أم كره لا بد أن يفعل ويمتثل. هذا هو المقصود بالأوامر. قال: ولا يقع ذلك في حق من هو دونه، يعني ولا يتصور أن الأدنى يطلب من الأعلى الامتثال، فهل يتصور أن الغلام يأمر سيده وأن الولد يأمر أباه ويطلب الامتثال؟ ما يتصور هذا، هكذا يقولون يعني. قال: وقيل، وهو قول الجمهور الثالث هذا وهو قول الأكثرين، يشترط العلو دون الاستعلاء. فالمذهب الثالث فصل، قال: العلو مشروط في الأمر، أما الاستعلاء فليس بشرط، لأن العالي في نفسه هو الذي يتصور منه المقصود من الأمر وهو الامتثال. ولهذا فلو انعكس الأمر فالأدنى أمر الأعلى لوبخه الناس ورأوا أنه يحتاج إلى تأديب. فالعبد إذا أمر سيده قالوا هذا جاوز حدود الأدب فيحتاج إلى أدب، وهكذا في بقية الصور التي ذكرناها. فلا يمكن أن يكون طلب الامتثال إلا إذا أمر العالي من هو دونه. وأما الاستعلاء فليس بشرط، فإن العالي في نفسه قد يأمر برفق ولين، وهذا متصور بل واقع. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بقوة وغلظة ورفع صوت حتى يقال إنها هذه أوامر؟ لا، كان يأمر صلى الله عليه وسلم برفق، ومع ذلك فما يختلف أحد، ما يخالف أحد على أنها أوامر تجب طاعتها. نعم، تفضل يا شيخ. ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادته، خلافاً للمعتزلة، فاعتبر الجبائي وابنه إرادة الدلالة، وبعضهم إرادة الفعل، ولا تشترط الإرادة لغةً بالإجماع. نعم، هذه مسألة يذكرها كثير من الأصوليين، وهي في الحقيقة مسألة كلامية، لكن قادها بعضهم إلى علم الأصول. فقال: ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادته، خلافاً للمعتزلة. لا يشترط في كون الأمر أمراً أن الآمر يريد الفعل أن يقع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد يأمر بالأمر وهو يريده، كالأمر بالإيمان مثلا والأمر بالصلاة، وقد يأمر بالأمر وهو لا يريده، وذلك لحكمة وهي اختبار المأمور. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، هل يريد الفعل نفسه؟ لا، ما يريد، هو أمر بأمر وهو لا يريده سبحانه، لكنه ابتلاء كما ذكر في الآيات أنه بلاء مبين منه سبحانه وتعالى لعبده ورسوله إبراهيم عليه السلام. فلهذا قال المصنف: لا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة الفعل من قبل الآمر. قال: خلافاً للمعتزلة. ثم أتى بفاء التفريع، يعني أن المعتزلة خالفوا فاشترطوا في كون الأمر أمراً أن الآمر يريد الأمر. طيب، يريد ماذا؟ فيه خلاف عندهم، نفس المعتزلة اختلفوا، فقال: فاعتبر الجبائي، يعني هذا القول الأول لنفس المعتزلة المخالفين في المسألة، فاعتبر الجبائي وابنه أبو هاشم إرادة الدلالة،
إرادة الدلالة. إرادة الدلالة يعني أن الآمر يريد بأمره الطلب، لا يريد التهديد مثلاً أو الإباحة والتخيير، يعني أنه يريد بالأمر الأمر نفسه لا عكسه، ولا التخيير بينه وبين غيره. هذا معنى إرادة الدلالة، يعني دلالة الصيغة على الطلب، نفس الصيغة يريد بها الأمر، لأنه قد يأمر بالأمر وهو يريد عكسه، كالتهديد مثلا. الأب حين ينهى ابنه مثلا عن دخول دار زيد ويحذره، ثم يرى منه بوادر العصيان، يتوقع منه أنه سوف يعصي، فلا مجال حينئذ إلا التهديد، فيقول: ادخل دار زيد وسترى ما أفعل بك. ادخل، هذا أمر ولا لا؟ أمر. هل يريد الفعل ولا يريد عكسه؟ يريد عكسه، أنه لا يدخل، مع أن الصيغة صيغة أمر. هذا معنى إرادة الدلالة. قال: وبعضهم، يعني الضمير يرجع للمعتزلة، يعني وبعض المعتزلة أي الفريق الثاني من المعتزلة إرادة الدلالة، يعني بعضهم قال يشترط في الأمر إرادة، عفوا، إرادة الفعل. قال: وبعضهم إرادة الفعل، هذا القول الثاني من قولي المعتزلة، أي شرط بعض المعتزلة في كون الأمر أمراً أن الآمر يريد إرادة نفس الفعل، يعني يريد الامتثال، يعني يريد أن يقع الفعل من المأمور. فإن أراد مجرد الابتلاء والاختبار يختبر طاعته وإيمانه، ما يسمى أمراً عند أصحاب الفريق الثاني. ثم قال: ولا تشترط الإرادة لغة بالإجماع. يعني الأول كلام في الأمر الشرعي، في إرادته شرعا، الآن في إرادته لغة، هل يشترط؟ يعني كلمة اذهب، اخرج، اكتب، تعالى وغيرها من الألفاظ الأمر، هل يشترط في كونها أمرا في لغة العرب إرادة الأمر؟ لا، ما يشترط هذا. ولهذا النحاة يحكمون على كل صيغة افعل بأنها أمر، ما يلتفتون للقائل هل أراد أو لم يرد. والحقيقة أن مذهب المعتزلة في غاية الشذوذ في المسألة، لأن الإرادة، إرادة الآمر، يعني الإرادة شيء قلبي، أمر خفي يكون في القلب، فمن أين يعلم المخاطب أن الآمر يريد أو لا يريد الأمر حتى نقول إنه أمر تجب طاعته؟ وحينئذ يحتاج كل مأمور، أي مخاطب بالأمر، أن يستفسر، فكلما قال الأب لأولاده افعل كذا، يقول: هل أردت بأمرك إرادة الدلالة؟ أو أردت إرادة الفعل؟ أو كذا حتى نطيع. وكلما أمر الأمير قومه بأمر قالوا: ماذا أردت بهذا الأمر؟ أردت به فعلاً الامتثال؟ أو أردت به الابتلاء؟ أو أردت الدلالة؟ أو أردت التهذيب؟ هل يعقل هذا؟ ما يعقل هذا. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يقفون ويستفسرون من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هل أراد بها فعلاً الامتثال أو أراد بها مجرد الابتلاء أو أراد غير ذلك؟ لم يكن يسأل ذلك، يسألون عن ذلك، بل يبادرون إلى الامتثال. نعم، تفضل يا شيخ. وهو، أي الأمر، حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل، وله، أي الأمر، صيغة تدل بمجردها عليه عند الأكثر خلافاً لبعضهم، وترد صيغة تفعل لمعان، أحدها الوجوب نحو قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والثاني الندب فكاتبوهم، والثالث الإرشاد: وأشهدوا إذا تبايعتم،
وأشهدوا ذوي عدل منكم. والرابع الإباحة، فاصطادوا فانتشروا. والخامس التهديد، اعملوا ما شئتم. والسادس الامتنان، وكلوا مما رزقكم الله. والسابع الإكرام، ادخلوها بسلام آمنين. والثامن التسخير، كونوا قردة خاسئين. والتاسع التعجيز، فأتوا بسورة من مثله. والعاشر الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. والحادي عشر التسوية، فاصبروا أو لا تصبروا. والثاني عشر الدعاء، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. والثالث عشر التمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي. والرابع عشر الاحتقار، ألقوا ما أنتم ملقون. والخامس عشر التكوين، كن فيكون. والسادس عشر الخبر، فاصنع ما شئت. أحسنت إلى هنا. قال: وهو أي الأمر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل. الأمر يقول هو حقيقة في القول المخصوص، وهو صيغة افعل لتفعل ونحوهما. مجاز في ماذا؟ في الفعل، لأن الهمزة والميم والراء قد تطلق بمعنى الفعل. أتعجبين من أمر الله؟ ما المراد؟ يعني من فعله سبحانه وتعالى. وإذا قلت أمر الناس في خير، يعني فعلهم أفعالهم. فإذا الهمزة والميم والراء أمر قد تستخدم وتستعمل في النصوص وغيرها بمعنى الفعل لا بمعنى اللفظ، فنقول هو مجاز. ثم قال: وله أي الأمر صيغة تدل بمجردها عليه عند الأكثر خلافاً لبعضهم. يقول للأمر صيغة يعرفها العرب، إذا سمعوها فهموا أن هذا أمر، وهي افعل ولتفعل ونحوهما، فإنها تدل على الطلب خلافاً لبعضهم وهم الأشاعرة أو بعضهم، فإنهم أنكروا الصيغ للأمر كما أنكروها للنهي وللعام والخاص لقولهم بالكلام، بما يسمونه الكلام النفسي، أن الكلام هو الذي في النفس. قال: وترد صيغة افعل لمعان، شروع من المصنف رحمه الله في بيان معاني صيغة افعل ونحوها من صيغ الأمر. فقال: أحدها الوجوب، نحو قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والشاهد في قوله أقيموا وآتوا، جاءت افعل للوجوب. ثم قال: والثاني الندب، كقوله سبحانه وتعالى يخاطب الأسياد ملاك العبيد: فكاتبوهم، فإنه أمر لكنه أمر استحباب، وما يجب على السيد أن يكاتب عبده ليصير حرا. قال: والثالث الإرشاد، نحو قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولعل المصنف رحمه الله ذكر الإرشاد بعد الندب لأجل التفريق بينهما، وإلا فالأولى، قد يقال يعني الأولى من جهة أخرى، أن يذكر الإباحة بعد الندب، لأن الوجوب والندب والإباحة هي المعاني الشرعية لصيغة افعل. والفرق بين الندب والإرشاد هو أن الندب لأمور الدين، والإرشاد لأمور الدنيا، لمصالح الدنيا. إذا الندب لمصالح الدين، والإرشاد لمصالح
الدنيا، وإلا فالإرشاد في نفسه الحكم، المعنى هو الإرشاد عرفناه، لكن نفس الحكم الذي يكون من الأمر الدال على الإرشاد قد يكون الاستحباب وقد يكون الإباحة، يعني المعنى هو الإرشاد، لكن الأثر الفقهي يعني الحكم الذي يعطيه معنى الإرشاد ما هو؟ إما الندب وإما الإباحة. فالندب كما مثل المصنف رحمه الله: وأشهدوا إذا تبايعتم، والفقهاء يقولون الإشهاد على البيع مندوب، مندوب هو ليس واجبا، مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أعرابيا ولم يشهد. وقد يكون الإرشاد الإباحة، يفيد الإباحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في صلاته فلينصرف وليضع يده على أنفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد في قوله وليضع يده على أنفه، فهذا إرشاد، إرشاد أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ضرب من ضروب الحيل الجائزة، وهو أن من أحدث في الصلاة فخرج منه الريح يستحي كما هي العادة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يضع يده على أنفه فيتوهم الناس أنه أصابه رعاف من أنفه، أي خرج الدم من أنفه، فينصرف غير مستحل، فهذا دال على الإباحة وهو أمر إرشاد. قال: والرابع الإباحة، نحو قوله تعالى: فاصطادوا، فإن الأمر بالصيد أمر إباحة، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإن الانتشار بعد صلاة الجمعة مباح، ولهذا له أن يمكث في المسجد. ثم قال: والخامس التهديد، والتهديد هو التخويف مع الوعيد، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. والسادس الامتنان، فإن الله تعالى يمتن على عباده ببعض النعم، فقال سبحانه وتعالى: وكلوا مما رزقكم الله، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، امتنان. والسابع الإكرام، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها افعل وزن افعل، والمراد الامتنان الإكرام. قال: والثامن التسخير، مثل قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، وسوف يذكر بعد ذلك التكوين في الخامس عشر: كن فيكون. والفرق بين التسخير والتكوين أن التسخير هو تبديل الموجود من حالة إلى حالة أخرى، وأما التكوين فهو إيجاد من عدم، فهذا هو الفرق بين التسخير وبين التكوين. ثم قال: والتاسع التعجيز، فأتوا بسورة من مثله. فأتوا ليس طلب شيء، وإنما هو من باب التعجيز والتحدي للمشركين أن يأتوا بصورة من مثل القرآن الكريم. قال: والعاشر الإهانة، يعني إظهار ما فيه تصغير المهان المخاطب، مثل قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. الشاهد في قوله ذق، الملائكة تخاطب المعذب في النار، الكافر المعذب في النار، تقول: ذق إنك أنت العزيز الكريم. والحادي عشر التسوية، يعني التسوية بين أمرين، يتوهم المخاطب أن أحدهما أرجح من الآخر، فيأتي الأمر، يعني صيغة افعل تأتي للتسوية بينهما، مثل: فاصبروا أو لا تصبروا، ومثل قوله تعالى: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم.
وقوله أنفقوا للتسوية بين الحالين. قال: والثاني عشر الدعاء، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. اغفر وارحم طلب، لكنه طلب دعاء، طلب هو دعاء. قال: والثالث عشر، الثالث عشر التمني، مثل قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. انجلي فعل أمر على وزن افعل، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فقوله انجلي يخاطب الليل، هو ليس أمرا يعني الأمر الحقيقي، وإنما هو تمني، يتمنى أن ينجلي لطوله. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا قادما من مكان بعيد: كن أبا ذر. وقوله كن هو أمر، والمراد التمني، يعني يتمنى أن تكون أبا ذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلق عليه لما تأخر عن الجيش، فقال: كن أبا ذر، أمر بمعنى التمني، يتمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون أبا ذر رضي الله عنه، فكان أبا ذر كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع عشر الاحتقار، وبعضهم يعبر بالتحقير، وكلاهما بمعنى، نحو قوله تعالى: ألقوا ما أنتم ملقون. قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: ألقوا ما أنتم ملقون، يعني أن ما جئتم به هو سحر، وهو أمر حقير بالنسبة إلى معجزة الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. والخامس عشر التكوين، كن فيكون. والسادس عشر الخبر، الخبر يعني يأتي اللفظ ظاهره الأمر لكن مقصوده الإخبار عن الشيء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقوله فاصنع ليس يعني هو اللفظ ظاهره أنه أمر لأنه على وزن افعل، لكن حقيقته ومعناه هي الخبر، أي إذا لم تستحي صنعت ما شئت، يعني أن الذي لا يستحي سوف يفعل ما يشاء، لأنه ما عنده حياة يرده عن الفعل، فسوف يفعل ما يشاء. وقوله سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فهذا أمر لكن معناه معنى الخبر، أي سوف يضحكون قليلا وسوف يبكون كثيرا. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند الأكثر، ولا ينصرف إلى الندب إلا بقرينة. وقيل: يقتضي الندب ولا ينصرف إلى الوجوب إلا بقرينة. وقيل: يقتضي الإباحة ولا ينصرف إلى الوجوب والندب إلا بقرائن. وقيل: يقتضي الوقف وهو باطل. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والأمر المجرد، يعني أمر الشارع، المراد بالأمر هنا أمر الشارع، والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند الأكثر، شروع من المصنف رحمه الله في بيان المسألة المشهورة: هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا؟ فالمذهب الأول كما ذكر المصنف رحمه الله أنه مذهب الأكثرين من العلماء، أن الأمر المجرد عن القرينة الصارفة أو المعينة لأحد الأحكام الوجوب والندب والإباحة، وهذه الثلاث هي المعاني الشرعية كما قلنا من قبل لصيغة الأمر، فإذا لم توجد قرينة معينة لأحد هذه الأحكام فإن الأمر المطلق يقتضي الوجوب عند أكثر العلماء من المذاهب الأربعة، بل قال به بعض المعتزلة. قال: ولا ينصرف إلى الندب إلا بقرينة. هذا من تمام المذهب الأول
أي أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب ويتفرع عليه أنه لا يجوز صرفه إلى غير الوجوب وهو الندب أو الإباحة إلا بقرينة صحيحة. ثم قال: وقيل شروع في المذهب الثاني، أي قال بعض الفقهاء وكذلك كثير من المعتزلة قالوا يقتضي الندب ولا ينصرف إلى الوجوب إلا بقرينة، هذا هو المذهب الثاني. إذن أن الأصل عند أصحاب المذهب الثاني في الأمر المطلق أنه يقتضي الاستحباب، فلا يجوز صرفه إلى الوجوب أو الإباحة إلا بقرينة صحيحة. ثم قال: وقيل يقتضي الإباحة ولا ينصرف إلى الوجوب والندب إلا بقرائن، هذا المذهب الثالث. وقيل، وهو قول بعض المعتزلة، إنه يقتضي الإباحة، جعلوا الأصل في أوامر الشرع الإباحة، فهذا المذهب الثاني أضعف من الذي قبله، لأن الإباحة رتبة دون الندب، فإذا كان الحمل على الندب ضعيفاً فإن الحمل على الإباحة يكون أضعف. قال: وقيل يقتضي الإباحة ولا ينصرف إلى الوجوب والندب إلا بقرائن. ثم قال: وقيل، هذا المذهب الرابع، وقيل يقتضي الوقف، وهذا المذهب منسوب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. ومعنى التوقف عند أصحاب المذهب الرابع يعني أن صيغة الأمر محتملة لكل هذه المعاني المذكورة، الوجوب والندب والإباحة، وحينئذ يجب التوقف كما يتوقف في المجمل إلى وجود قرينة معينة، لأن الأمر يستعمل في الشرع للوجوب، ونراه يستعمل أحياناً للندب وأحياناً للإباحة كما مر معنا آنفاً، فيجب التوقف إلى وجود القرينة. ثم قال: وهو باطل. وهنا نكتة لطيفة، وهي أن المصنف رحمه الله رجح المذهب الأول، ووجه ترجيحه، يعني الدليل على ترجيحه، هو أنه جزم به، ذكره بصيغة الجزم وصدر به الأقوال، فقال: والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب. ثم ذكر بعد هذا القول قولين وضعفهما: القول بأن الأمر يفيد الندب، والقول بأن الأمر يفيد الإباحة، وضعفهما. والدليل على التضعيف صيغة قيل، فإن قيل في عرف كثير من العلماء هي للتمريض، لتمريض القول أي لتضعيفه، خصوصا المتأخرين وأصحاب المتون. ولما ذكر القول الأخير، القول الرابع، وهو قوله يقتضي الوقف، ذكر بعده كلمة وهو باطل، ولم يقل وهو ضعيف. والسبب في هذا أن القول يقال عنه ضعيف إذا كان الخلاف سائغاً وله دليل أو شبهة دليل وخالف الراجح عند صاحبه، فيوصف بأنه ضعيف. وأما القول الذي يخالف القدر المتفق عليه بين الأقوال فيوصف بأنه باطل. فالقائلين بالندب والقائلين بالإباحة لم يخالفوا قدراً متفقاً عليه بين أصحاب الأقوال، وفي الوقت نفسه لهم دليل أو شبهة دليل هي مرجوحة عند غيرهم، عند أصحاب القول الأول، قول أكثر العلماء. لكن القول بالتوقف قول يخالف القدر المتفق عليه بين الأقوال، فإن القائلين بالوجوب والقائلين بالندب والقائلين بالإباحة متفقون من جهة، مختلفون من جهة. متفقون من جهة، وهي أن الأمر لا بد أن يحمل على حكم،
يعني أن الأمر مدلوله حكم من الأحكام الشرعية. والجهة التي يختلفون فيها هي تعيين ذلك الحكم، هل هو الوجوب أو الندب أو الإباحة. أما أصحاب القول الأخير القائلون بالوقف فإن قولهم يصادم القدر المتفق عليه فوصفه بالبطلان، وهذه من دقة العلماء رحمهم الله تعالى. قال: وإذا ورد أي الأمر، هذا قرأناه ما قرأ، تفضل يا شيخ. وإذا ورد أي الأمر بعد الحظر وهو التحريم فللوجوب، أي أصله، كقوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو هو للوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا لا بلفظ فعل. أنت مأمور، أصلحوها يا إخوان، أنت مأمور بدل تنوين النصب يصير تنوين الرفع، لأنه خبر أو هو للإباحة أو الندب أو كما كان قبل الحظر فيه أقوال، وعكسه وهو ورود النهي. نعم، بعد إلى هنا نأخذ هذه المسألة، جزاك الله خير. قال: وإذا ورد أي الأمر بعد الحظر شروع في مسألة جديدة، وهي ما إذا نهى الشارع عن شيء، نهي حظر وتحريم، ثم جاء بعد أمد فأمر بذلك الفعل المنهي عنه، فماذا يفيد الأمر المتأخر بعد الحظر المتقدم؟ ماذا يفيد؟ وهذا يدلنا على أن المسألة التي قبلها إنما هي في الأمر الذي لم يسبق بحظر، المسألة السابقة. قال: وإذا ورد الأمر بعد الحظر وهو التحريم فللوجوب، هذا شروع في المذهب الأول، يعني فالأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، وهذا قول يعني عند الحنفية وعند كثير من الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة. ثم قال: أي كأصله. هنا الذي معنا جميعاً في النسخة المطبوعة أي أصله، والذي يظهر والله أعلم ما في نسخة فاء التي أشار إليها المحقق جزاه الله خيراً في الهامش، فقال في نسخة فاء كأصله، يبدو أن الذي جعله مرجوحاً يبدو والله أعلم أنه هو الراجح، لأنه يريد تشبيه مسألة بمسألة، فهو يقول: الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب كما أفاده الأمر، كما أفاد الأمر الذي لم يسبقه حظر، قال كأصله، أصل هذه المسألة. ثم مثل المؤلف رحمه الله للمسألة فقال، وهو في نفس الوقت كالدليل لأصحاب المذهب الأول، بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإن قتال المشركين في الأشهر الحرم كان محظورا محرما، ثم بعد هذا الحظر جاء الأمر فاقتلوا المشركين، فماذا يفيد؟ يفيد بإجماع العلماء الوجوب هنا في هذه الصورة. ثم قال: أو هو للوجوب، هذا في المذهب الثاني، أو هو للوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظ فعل، هذا هو المذهب الثاني، قاله الظاهرية والشيخ مجد الدين ابن تيمية رحم الله الجميع. إذا المذهب الثاني فصل، قال: ننظر في الأمر الوارد بعد الحظر، إن كان بصيغة افعل فإنه يقتضي الإباحة، والمصنف لم يفصح عن الشق الثاني في هذا المذهب، لأنه قال فقط لا بلفظ فعل. طيب إذا كان بلفظ فعل ماذا يقتضي؟ قالوا يقتضي الإباحة. وإن كان الأمر بالمادة لا بالصيغة، إن كان بمادته
الهمزة والميم والراء ومشتقة منها، مثل أمرتكم بكذا، أنتم مأمورون بكذا، فإنه يفيد الوجوب. لماذا؟ قالوا لأن العادة باستقراء الشواهد نجد أن الأمر إذا ورد بعد حظر، إذا استعمله الناس يستعملونه ويريدون به الإباحة. الأب يقول لابنه لا تدخل دار زيد، هذا حظر ومنع، ثم يقول له بعد مدة ادخل دار زيد. ادخل هي صيغة افعل، لكن المقصود الإذن والإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، الإباحة. قالوا أما الأمر بالمادة، بمادة الأمر أي بلفظه وهو أمر ويأمر ونحوها، هذه لا يوجد فيها عادة، لا يوجد فيها عادة، وحينئذ يحمل على أصله وهو الوجوب. يعني ما اعتاد الناس أنهم إذا أرادوا الإذن بعد الحظر أن يستعملوا أنت مأمور بكذا، أمرتك بكذا، لا، إنما يستعمل افعل ونحوها. قال أو هو للإباحة، هذا المذهب الثالث وهو مذهب الحنابلة، يعني هو صحيح في مذهب الحنابلة والله أعلم، وهو مذهب أكثر الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية، يعني أيضا ذهب إليه كثير كثير من العلماء. ثم قال أو الندب، هذا هو المذهب الرابع ذهب إليه بعض الشافعية. قال أو كما كان قبل الحظر، هذا المذهب الخامس في المسألة، وهو مذهب بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام وابن القيم وبعض الحنفية وبعض المالكية، اختاره ابن الهمام من الحنفية. قال أو كما كان قبل الحظر، يعني أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. فالأحوال ثلاث: حالة ما قبل الحظر هذه الأولى، حالة الحظر هي الثانية، حالة الأمر بعد الحظر هي الثالثة. فماذا يفعل الأمر؟ يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن الصيد قبل الإحرام كان مباحا، ثم الحالة الثانية أنه حال الإحرام صار محظورا، ثم بعد هذا الحظر جاء الأمر فاصطادوا، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. قتال المشركين قبل الأشهر الحرم كان واجبا، ثم حرمه الله في حالة الأشهر الحرم، ثم أمر به بعد ذلك، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوجوب، وهكذا. نعم، تفضل يا شيخ. وعكسه وهو ورود النهي بعد الأمر فهو على التحريم، وقيل على الكراهة، وقيل على الإباحة. والأمر بعد الاستئذان للإباحة كقول أسماء حين قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وظاهر كلامي جماعة خلافه ولعله أولى. أحسنت. يقول وعكسه، هذا شروع في مسألة جديدة عكس المسألة السابقة. وعكسه وهو ورود النهي بعد الأمر، عكس الصورة السابقة، يعني أن يكون المتقدم هو الأمر والمتأخر الذي جاء بعده هو النهي. قال فهو على التحريم، هذا القول الأول، وهو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء، عامة العلماء على هذا القول، أن النهي بعد الأمر يفيد التحريم، بل بالغ بعضهم كالأستاذ أبي إسحاق الأصفرايني رحمه الله وأبي بكر الباقلاني رحمه الله، فحكوا الإجماع في المسألة، قال هذا محل إجماع، والواقع أن فيه خلاف، أن فيها خلافاً. ثم قال وقيل على الكراهة، هذا المذهب الثاني في المسألة،
وهو مذهب لبعض الحنابلة، أن النهي بعد الأمر يفيد الكراهة في النهي، كما أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. يعني هذا نظير المسألة السابقة، فالنهي بعد الأمر يفيد التحريم، هو نظير الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، والنهي بعد الأمر يفيد الكراهة نظير أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. وقيل على الإباحة، هذا المذهب الثالث حكاه بعض الشافعية، والحقيقة الثالث يعني فيه بعد كبير، أليس كذلك؟ المذهب الثالث هذا يعني القول بالتحريم واضح، لأن الأصل في النواهي التحريم، والقول بالكراهة أيضا له وجه، ولهذا قلنا إنه نظير القول بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فيجعل تقدم أحد الحكمين قرينة، يجعل كالقرينة الصارفة للأمر عن أصله وللنهي عن أصله، فهذا يعني وجه له وجه. لكن القول بأن النهي يقتضي الإباحة فيه بعد كبير، وإن مثلوه بمثال هو أبعد من نفس المذهب، فمثلوه بقوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام يخاطب الخضر عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قالوا: فلا تصاحبني، هذا نهي بعد الأمر بالمصاحبة، والنهي هنا يفيد الإباحة، يعني إن سألتك عن شيء بعدها فأنت مخير، تصاحبني تستمر في صحبتي أو تقطع صحبتي. ولكن لا يخفى أنه بعيد، أين الأمر المتقدم؟ ما يوجد أمر. نعم. مثال المسألة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولمن معه من الصحابة في سرية: إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار. فلما تولوا ناداهم فقال: إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه. فهذا نهي بعد الأمر ويفيد التحريم هنا، يعني في هذه الصورة يقتضي التحريم. ثم قال المصنف رحمه الله: والأمر بعد الاستئذان للإباحة. هذه مسألة جديدة، الأمر بعد الاستئذان من المأمور، يعني عندنا آمر ومأمور، فالمأمور يستأذن الآمر فيأمره بعد استئذانه، فقال هو للإباحة، وهو قول جمهور العلماء. ومثله المصنف رحمه الله، مثل له بقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ هنا الاستئذان، أفأصلها، صلة يعني البنت لأمها، يعني البر بها. وقوله قدمت يعني قدمت مشركة، وقولها وهي راغبة يعني راغبة في الإسلام، يعني رأت منها بوادر الدخول في الإسلام، تحدث نفسها أن تدخل في الإسلام. أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله صلي هذا أمر، لكنه ورد بعد استئذان فيفيد الإباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وظاهر كلام جماعة خلافه. يقول: ظاهر كلام جماعة من الأصوليين خصوصا من الشافعية خلاف هذا الذي ذكرناه عن الجمهور، بمعنى أن الأمر بعد الاستئذان يفيد الوجوب، يعني ما يفيده أصله وهو الوجوب. ثم قال المصنف رحمه الله: ولعله أولى. هذه من اختيارات المؤلف رحمه الله، اختار قول القلة في هذه المسألة،
نعم تفضل يا شيخ. وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة، اختاره الأكثر كصوم يوم عاشوراء وخالف التميمي والأمر نعم إلى هنا لا بأس نأخذها مسألة مسألة. قال وإذا صرف الأمر عن الوجوب، المراد يعني النسخ، يعني إذا نسخ الأمر، نسخ الدال على الوجوب، إذا نسخ الأمر الشرعي الدال على الوجوب وسكت الشارع عن الحكم الجديد في الناسخ، ما ذكر حكما جديدا، فماذا يفيد الأمر هذا المنسوخ؟ ماذا يفيد بعد أن نسخ الوجوب منه؟ قال جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة، هذا المذهب الأول في المسألة، يعني كأنه يقول إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، لأن من معاني الجواز عند الأصوليين الإذن في الفعل وفي الترك، ومن معانيه حينئذ الندب والإباحة، فإذا نسخ الوجوب من الحكم لم يتوقف المجتهد بل يحمله حينئذ على الندب أو على الإباحة. قال اختاره الأكثر كصوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء كان في أول الإسلام، كان في أول الأمر واجبا ثم نسخ بصوم رمضان، ولم يذكر وقتها، وقتها يعني لم يذكر الحكم صوم عاشوراء بعد النسخ، إنما ذكر فيما بعد، فيما بعد حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه مخالفة قربة لله ومخالفة لليهود، فنقول حينئذ يحمل على الندب. قال وخالف التميمي، خالف هذا المسألة الثاني، المذهب الثاني في المسألة، وخالف بمعنى أنه قال لا يبقى الجواز، ما الذي يبقى حينئذ؟ قال يبقى عدم المشروعية الذي هو الأصل في العبادات، أو يكون لا حكم له كما هو الأصل في الأشياء الأخرى، والتميمي هنا المقصود به ليس أبا الحسن التميمي الذي هو أشهر أسرة التميميين الحنبلية المعروفة، وإنما المراد به حفيده وهو أبو محمد رزق الله ابن عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث التميمي البغدادي المتوفى سنة 488 هجرية، وليت المصنف قيده بذلك، فإن المصنف رحمه الله نقل عن الحفيد هذا ونقل عن جده، وذكر جده في أول المواضع مقيداً بأبي الحسن، ثم نقل عن الجد في مواضع أخرى بدون أي تقييد إنما بقوله التميمي، ثم ذكر أراد الحفيد في هذا الموضع الوحيد في الكتاب ولم يقيده بأبي محمد أو باسمه مثلاً، فيقع لبس، والأحسن والأفضل في مثل هذا أن تقيد الأعلام لدفع التوهم والالتباس، كما يحرص في التعريفات مثلاً على الوضوح لطالب العلم وفي الأدلة وسائر مسائل العلم، فكذلك ينبغي أن يحرص على دفع الإيهام أو الإبهام في أسماء الأعلام. نعم، وقول أبي محمد التميمي لم ينفرد به بل وافقه بعض المالكية وبعض الشافعية على هذا القول. نعم تفضل يا شيخ. والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، اختاره الأكثر، وقيل بلى يقتضيه حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه.
وعلى الأول من كونه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي إلا فعل مرة، وقيل هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد على المرة الواحدة، وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا، وقيل لا. وفي المعلق على شرط خلاف اختار جماعة اقتضاء التكرار وآخرون لا. أحسنت. يقول: والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ثم سوف يفصل المؤلف إن شاء الله في ماذا يقتضيه إذا لم يقتضي التكرار. هو أمر الشارع الذي لا يتصور امتثاله إلا بتكراره يقتضي التكرار اتفاقا، مثل قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، آمنوا أمر. فالأمر بالإيمان لا يتصور فيه الامتثال إلا بتكراره، لأن عكس هذا، يعني عدم التكرار هو عدم الإيمان. والأمر الذي لا يتصور فيه التكرار أصلاً فإنه لا يقتضيه، مثل قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم. الخطاب للأوصياء على اليتامى: إن إذا آنس من هذا اليتيم رشداً وحسن تصرف في المال، قال: فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا دفعها ما يتصور تكرار، لأن الدفع يكون مرة. والأمر إذا وجدت قرينة تدل على التكرار فإنه يقتضيه لأجل القرينة، مثل الأمر بالصلوات والزكوات والصيام، دلت القرائن على أنها للتكرار. وإذا وجدت القرينة الدالة على المرة فإن الأمر يقتضي المرة لأجل القرينة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال بعض الناس: أكل عام يا رسول الله أو لعام واحد؟ فقال: بل عاما واحدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرينة في آخر الحديث. وحينئذ نقول: إنما الخلاف في ماذا؟ في الأمر الذي تصور فيه المرة ويتصور فيه التكرار، ولم توجد قرينة تدل على مرة ولا تكرار، وهو المراد بقولنا الأمر المطلق، هو المراد بقول المصنف رحمه الله الأمر المطلق، مثل قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أمر بالتيمم عند فقد الماء. فهل يقتضي التكرار؟ يتيمم للصلاة، ثم إذا جاء الصلاة ثانية يتيمم، والثالثة يتيمم، أو مرة واحدة؟ خلاف بين العلماء، بناه بعضهم على أن الأمر هل يقتضي التكرار أو يقتضي المرة. ومثاله في الندب، طبعا هذا في مثال الوجوب، ومثاله في الندب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقولوا أمر، وهو أمر ندب، فهل يقتضي التكرار؟ ويتصور هذا فيما لو سمع مؤذنا يؤذن فتابعه في جمل الأذان، ثم بعد أن مشى قليلا سمع مؤذنا آخر يؤذن لنفس الصلاة، فهل يشرع متابعته أيضا أن يقول مثل ما يقول؟ خلاف بين الفقهاء، بناه بعضهم على أن الأمر يقتضي التكرار أو يقتضي المرة. فقال المصنف رحمه الله: لا يقتضي التكرار، اختاره الأكثر. نعم، الأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله مذهب جمهور العلماء على أن الأمر لا يقتضي التكرار. وقيل: بلى يقتضيه، والضمير يرجع إلى التكرار، وهذا هو المذهب الثاني، أن الأمر يقتضي التكرار. ثم قال: حسب الإمكان. ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه. نعم، هو مذهب الإمام أحمد والله أعلم، وهو مذهب أكثر أصحابه، وحكي عن غيره كالإمام مالك رحمهم الله جميعا.
قال: وعلى الأول من كونه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي إلا فعل مرة، لا يقتضي إلا فعل مرة. ذهب إليه الحنفية، يعني حكي عن الحنفية، وقيل إنه مذهب الأكثرين، هكذا قال الآمدي رحمه الله. وإذا كان يقتضي المرة فلا يصح حمله على التكرار. ثم قال: وقيل هو يحتمل التكرار، يعني فيصح حمله عليه، وهذا مذهب بعض الشافعية. ثم قال: وقيل الوقف فيما زاد على المرة الواحدة، فحينئذ لا يحمل على مرة ولا على تكرار إلا بدليل، وهذا قول بعض المالكية وبعض الشافعية رحمهم الله جميعا. قال: وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا وقيل لا. يقول: إذا علق الأمر الشرعي على علة ثابتة صحيحة، ومثلها السبب، لو ما إذا علق على السبب، لأن السبب في معنى العلة، وجب تكرره أي الأمر بتكررها أي العلة، وكذلك السبب كما قلنا. مثالها في العلة قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قوله فاجلدوا هو أمر، والأمر هذا علق بعلة وهي الزنا، فحينئذ يجب تكرر الأمر، وهو وجوب الجلد إقامة الحد بتكرر العلة، فكلما وجد الزنا وجب الجلد. ومثاله في السبب قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فقوله أقم أمر، وقد علق على سبب وهو دلوك الشمس، أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغروب قليلاً، وهو دخول وقت صلاة الظهر. إلا أن المصنف رحمه الله قال أولاً، قال اتفاقاً، ثم قال وقيل لا. نعم، الاتفاق حكاه كثير من علماء الأصول. وقيل لا، مع أن القائل هذا لا يعرف، لا يعرف صاحبه فيما رأيت من كتب الأصول، والله أعلم. والزركشي رحمه الله في البحر المحيط صحح الإجماع في الأمر المعلق بسبب، وقال إنه يقتضي التكرار، وقال إنما الخلاف المحكي هو في الأمر المعلق بشرط، وهي المسألة التي سوف تأتي بعد هذه المسألة. وقوله حقيقة قريب، يعني هو الأقرب للصواب، أن الحكم المعلق بسبب أو علة يقتضي التكرار إجماعاً، وأما الخلاف الذي حكاه بعضهم فإنما يتصور في الأمر المعلق بشرط، لكن ينبغي أيضاً أن يضاف كما سوف يأتي في المعلق بشرط الذي ليس في معنى السبب، يأتي إن شاء الله، تأتي المسألة. نعم، حسب الإمكان في قول القائلين يقتضي التكرار، قالوا لأن شرط التكليف أصلاً هو الإمكان، وحينئذ فإذا كان التكرار يوقع في الحرج أو العجز فإنه لا يفعله. نعم، قال: وفي المعلق على شرط خلاف، يعني وفي الأمر المعلق بشرط خلاف، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ ثم فصل الخلاف بقوله: اختار جماعة اقتضاء التكرار وآخرون لا. نعم، اختار جماعة اقتضاء التكرار هو قول الأكثرين، أكثر العلماء، واختار جماعة آخرون بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، اختاروا أنه لا يقتضي التكرار. وقد يقال والله أعلم في المسألة الأخيرة
التي قلنا إنها هي التي يعني يسوغ فيها الخلاف، وهو الأمر المعلق بشرط، ينبغي أن يفرق بين الشرط الذي هو في معنى العلة أو السبب، وبين الشرط الذي لا يكون كذلك. فالذي في معنى العلة أو السبب مثل قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا قوله فاسعوا أمر، وهو معلق بشرط، وهذا الشرط هو في معنى السبب أو العلة، ولهذا يصح أن يسأل عنه، يقال: لما يجب السعي؟ فتقول: لأنه نودي للصلاة من يوم الجمعة. ومثل قوله تعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها الآية. فكذلك الشرط هنا في معنى السبب، لما نرد التحية؟ لما نحييه؟ فتقول: لأنه حيانا، أي سلم علينا. وأما الشرط الذي لا يكون في معنى العلة أو السبب فإنه لا يقتضي التكرار، مثل لو قال شخص لآخر، زيد يقول لعمرا: إن زرت المدينة فاشتري لنا ثوبا، فهل يقتضي التكرار؟ يعني يجب كل ما زار المدينة أن يشتري؟ لا، ما يقتضي هذا. أو إن دخلت البلد الفلاني فزر فلانا، يعني كل ما دخل يجب عليه أن يزور؟ لا، لأن الشرط هنا ليس في معنى السبب والعلة. الدخول البلد ليس مرتبطا بشراء الثوب، له علته وله سببه. نعم، تفضل يا شيخ. ومقتضى الأمر المطلق الفور، اختاره الأكثر وقيل لا. والأمر بالشيء نهي عن ضده، المراد من حيث المعنى لللفظ عند الأكثر، وعند أكثر الأشاعرة من حيث اللفظ. والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى للصيغة، وهي اللفظ. فإذا نهي عن الزنا فهو إما معين بالتلبس بأحد أضداد الزنا، إما بالنكاح المباح أو الترك أو الاشتغال بشيء. وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر. نعم، أحسنت. يقول: ومقتضى الأمر المطلق الفور، هذا شروع في مسألة جديدة. وقوله الأمر المطلق هنا قد يفسر بأن المراد المجرد عن قرينة الفورية وقرينة التراخي، وهذا صحيح، وفسر به كثير من علماء الوصول. وقد يقال إن الأمر المطلق هنا يعني الذي لم يقيد بوقت، يعني المطلق عن الوقت، لأن بعض الأصوليين قال إن الأمر إذا كان مقيداً بوقت فينظر فيه، فإن كان الوقت واسعاً فيجوز فيه التراخي، وإن كان مضيقاً وجب فيه الفور. وإنما الخلاف في هذه المسألة هو في الأمر المطلق عن الوقت، المقيد بوقت مثل أوقات الصلوات، فإن الوقت فيها واسع، فصلاة الظهر تسع صلاة الظهر وزيادة، والمضيق كصوم رمضان. فالأمر في الأول ليس على الفور، بل له أن يؤخر الصلاة. والأمر في الواجب المضيق على الفور. وإنما الخلاف في الواجب المطلق عن الوقت الذي لم يحدد له الشارع وقتاً له بداية وله نهاية. فهذا يعني مثاله مثل الكفارات، كفارة اليمين وكفارة الظهار ونحوهما. الشارع ما حدد وقتاً له بداية وله نهاية، فهذا ما يتصور فيه، يعني هذا يتصور فيه أن يقال الأمر فيه للفور أو للتراخي. ففيه خلاف معروف بين
العلماء سوف يذكره المصنف، مثل الأمر بتعريف اللقطة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: عرفها سنة. عرفها أمر، فهل يقتضي الفورية؟ يعني بمجرد التقاطها يذهب يعرفها؟ أو له أن يؤخر، يقول عرفها بعد أسبوع أو بعد شهر؟ فيه خلاف بين العلماء. وقد يستثنى من مسألة الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي صورة الأمر إذا كان معناه معنى النهي، يعني هو أمر لكن معناه معنى النهي، فحينئذ يقتضي الفور بالاتفاق، مثل دع واترك واجتنب، فإنها أوامر وتقتضي الفورية لا من حيث كونها أمرا لكن من حيث كونها نهيا في المعنى. اجتنبوا السبع الموبقات، فيجب فورا. اتركوا الحبشة ما تركوكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه يقتضي الفور. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنه يقتضي الفور، لأن هذه الأوامر بمعنى النهي. قال: ومقتضى الأمر المطلق الفور، اختاره الأكثر. اختاره الأكثر، نعم، هو قول أكثر المالكية والحنابلة وبعض الشافعية. ثم قال: وقيل لا، هذا المذهب الثاني في المسألة، أي أنه يقتضي التراخي، يعني لا يلزم منه الفور، يجوز فيه الفور ويجوز فيه التراخي، هذا معنى المذهب الثاني، وليس معناه يجب أن يكون على التراخي، إنما المقصود لا يجب فورا، وإنما يجوز فيه الفور ويجوز فيه التراخي، وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية. ومن أمثلة المسألة مثلا: من بدل دينه فاقتلوه، فهل يجب القتل فورا؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري لما اختصم هو وأخوه قال: كفر عن يمينك وكلم أخاك، فهل يجب التكفير فورا والتكليم فورا أو على التراخي؟ هذا من صور المسألة، يعني من صور المسألة. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسألة جديدة فقال: والأمر بالشيء نهي عن ضده. ضد الأمر بالشيء نهي عن ضده، ضد هنا مفرد أضيف إلى المعرفة، فتطبق عليه قاعدة الأصولية أنها يفيد العموم، فالمعنى الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، عن أضداده يعني عن كلها. قال: المراد من حيث المعنى لللفظ، هذا صحيح، الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، من جهة المعنى، لأنه لا يتصور امتثال الأمر إلا بترك الضد، فإن قوله قم أمر، فلا يتصور أن يمتثل الأمر وهو القيام إلا بترك ضد القيام، أضداد القيام من القعود والاتكاء والانبطاح والاستلقاء ونحو ذلك. لكن من جهة اللفظ قم غير لا تقعد، وافعل غير لا تفعل، في جهة اللفظ الحروف غير الحروف والكلمات غير الكلمات. قال: لللفظ. ثم قال: عند الأكثر. عند الأكثر، نعم، هو قول عامة العلماء، أكثر العلماء، فالخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ، ولهذا قال: وعند أكثر الأشاعرة من حيث اللفظ. وسكت المصنف عن المذهب الثالث الذي قلت فيه أن الخلاف في المسألة شاذ، وهو أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. فقال: وعند أكثر الأشاعرة من حيث اللفظ، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ،
وهذا بسبب ما ذكرناه آنفاً من أن مذهبهم أن الكلام هو الكلام النفسي، فقادهم الغلو في هذا المذهب أن أنكروا صيغ الأمر والنهي والعموم والخصوص وغير ذلك. وذهب بعض الشافعية وهو أيضاً قول المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، وإنما هو سكوت عن الضد، سكوت عن الضد. ومن ألطف أمثلة المسألة، من ألطف أمثلة القاعدة، قول بعض المالكية: الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. هذا مثال لطيف حقيقة، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. لماذا؟ لأن ضد المعروف هو المنكر، والأمر بالشيء نهي عن ضده. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنهي عنه، الضمير يرجع للشيء، يعني والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة. هذا عكس المسألة السابقة، عكس المسألة السابقة. هنا النهي عن الشيء أمر بضده، لكن بضد واحد. لما بضد واحد؟ قالوا: لأن امتثال النهي يكفي فيه أن يفعل ضد المنهي عنه في صورة واحدة، فإنه يصدق عليه أنه ممتثل، بعكس المسألة السابقة فإنه لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا باجتناب كل أضداده، إلا بترك كل أضداده. ثم قال، أتى بنفس العبارة، قال: من حيث المعنى لا الصيغة، وهي اللفظ. والمعتزلة خالفوا كما خالفوا في المسألة السابقة، فقالوا: النهي عن الشيء ليس أمراً بضده. ثم مثل المصنف للمسألة، لهذه المسألة، بقوله: فإذا نهي عن الزنا فهو إما معين بالتلبس، والعبارة فيما يظهر لي أن فيها تحريفاً والله أعلم، لكننا لم نقف على مخطوطات الكتاب حتى نجزم بالصواب، إنما نقول ظناً أن لعل العبارة يعني: فهو أمر بعين التلبس إلى آخره. نقول هذا ظناً فقط، لأننا ما وقفنا على النسخ المخطوطة. فإذا نهي عن الزنا فهو أمر بعين التلبس بأحد أضداد الزنا، إما بالنكاح المباح أو الترك أو الاشتغال بشيء. يمثل المسألة حتى تتصور، يقول: الزنا منهي عنه، وهو النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فإذا نهى عن الزنا فهو أمر إما بالنكاح، وإما بالتسري ملك اليمين، وإما بالترك يعني البقاء على الامتناع الأصلي، وإما الاشتغال بشيء مباح أو بشيء واجب أو بشيء مندوب يصرفه ذلك الفعل عن الزنا، كأن يشتغل بالذكر أو يشتغل بالصلاة المفروضة أو يشتغل بالصيد والسفر. فقوله بالاشتغال يعني بالاشتغال بشيء واجب أو مندوب أو مباح يصرفه عن ذلك الفعل المحرم. ثم قال المصنف رحمه الله، طبعا من أمثلة، نعم هذا ذكرنا المثال. ثم قال: وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر، هذا من تمام المسألة. وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر، يعني أن الأمر في المسألة السابقة المراد به أمر الوجوب، فيقتضي النهي عن ضده، يعني يقتضي تحريم فعل ضده. فالأمر بالصلاة هو أمر وجوب تحريم لضدها، وهو ترك الصلاة، هذه المسألة السابقة. والمسألة هذه الأخيرة هي أمر الندب، هل الأمر إذا جاء للندب يكون نهياً عن ضده أو لا؟
أو أن المسألة تختص فقط بأمر الوجوب؟ قال: وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر. لماذا؟ هو طبعاً كما قال المصنف هو مذهب الأكثرين، لكن لما كان الأمر الندب هو نهي عن ضده أيضاً؟ فقالوا: لأن المندوب مأمور به حقيقة كما هو معروف أيضاً، وهي مسألة خلافية أيضاً، يعني أن الأمر الشرعي يتناول نوعين من أنواع الأحكام على الحقيقة، الوجوب والندب، كلاهما يسمى أمراً، كل منهما يسمى أمراً. وحينئذ فإذا قلت إن أمر الإيجاب هو نهي عن ضده، فقل كذلك إن أمر الندب نهي عن ضده. وخالف في هذا في هذه المسألة الحنفية وبعض الشافعية. لكن مقتضى هذا ماذا يقول؟ أن أمر الندب نهي عن ضده، مقتضاه ماذا؟ ماذا يكون حينئذ الضد هذا؟ يكون ماذا؟ يكون مكروها. أمر الندب يكون كراهة لفعل الضد. ولكن الحقيقة هذا فيه إشكال كبير، لأن هذا يقتضي أن كل من يترك المندوبات قد تلبس بالمكروهات، ليس كذلك؟ يعني تارك صلاة الضحى فعل المكروه، وتارك السنن الرواتب، وتارك الوتر، وغير ذلك من السنن والمندوبات والمستحبات، يكون متلبساً بفعل المكروهات، والمكروه صاحبه مسيء ويستحق اللوم، إلا أنه لا يستحق العقاب. فهل هذا صحيح؟ يعني هذا فيه إشكال كبير، يعني هذا محل بحث، وقد لا يكون مذهب الأكثرين كما ذكر المصنف، فيحتاج في مثل هذا إلى التحقق. نعم، قد يقال بشيء فيه مخرج من هذا، بأن يقال أمر الندب يقتضي أن الضد على خلاف الأولى، يعني ما نقول مكروه، وإنما نقول خلاف الأولى، وخلاف الأولى حكم شرعي، وحينئذ لا إشكال، حملت ضد الحكم الشرعي على حكم شرعي، وخلاف الأولى الأمر فيه هين، ليس كالمكروه، لأن خلاف الأولى صاحبه لا يلام ولا يعاقب بخلاف المكروه. يعني يقوي هذا الحمل أن بعض العلماء فرقوا بين المكروه وخلاف الأولى من جهة أن المكروه فيه صيغة تروى، فيه صيغة، يعني الدلالة عليه باللفظ، وأما خلاف الأولى فالدلالة عليه بالمعنى. فتارك الضحى مثلا، صلاة الضحى، هو خالف الأولى أن يفعل، أن يصلي، لكن لا نقول فعل مكروها فهو مسيء، يستحق العتاب ولا يستحق العقاب. فهذا مخرج والله أعلم. وهناك مخرج أقل منه، يعني أضعف منه، وهو أن يفرق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة، فيحمل تارك السنة المؤكدة على الكراهة، وتارك غير المؤكدة على خلاف الأولى. وقد يدل له قول الإمام أحمد رحمه الله: تارك الوتر رجل سوء أحب ألا تقبل شهادته، لأن الوتر هو في أعلى درجات المندوبات. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.